علاش انا غنجي نتبع واحد عندي عقلي عندي انا مكان في الكرات؟ سمحي لي نقاطعك وسمحي لي بزاف. ايوا غنسكت انا باش نهضر. ايه سمحي لنا وخنا نهضروا معاك تاعنا الناس بزاف باغين يهضروا معاك. دابا الفكره اللي بغا يوصلوا لك الاخوان والاخوات هي ان محمد كذاب. محمد لا علاقه له بالله او لا خالق المجرات او لا. اذا الى ما عندناش دليل بان محمد هضر مع خالق المجرات، اذا داك الشيء اللي جاب لنا كله زباله. خصو يجيب لنا المصدر ديال داك الشيء اللي جاب لنا. ما يمكنش انا غادي نعطيو قيمه لداك الشيء اللي جاب وما عندوش علاقه بخالق المجرات. ولكن السؤال واش انت جلستي مع محمد؟ وهذا هو السؤال واش دابا جلستي مع محمد؟ شوف الاخت دابا جا عندك واحد لا راه داك الشيء اللي قال لك خليا اسمع اسمع عافاك سمعي عافاك 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 راه تقاطعتيني اصلا ما كملتش على الهضره. دابا جا عندك واحد الانسان قال لك خلق هضرت مع خالق المجرات، خصو يعطينا دليل. خصو يكون دليل يا اما في الاخلاق ديالو يا اما في الاخلاق ديالو يا اما في داك الشيء اللي جابو. علاش حيت كان واحد لو كونتاكت؟ اذا خص يبان هذاك لو كونتاكت، خص تبان، خص يكون كاليفيكاتيف بانه راه خالق المجرات هو اللي هضر معاه. عرفتي شحال داز على وفاه الرسول؟ 1400 سنه. ياك راه دابا انت دابا راه ديك الساعه صحح لي زاك الله يعطي الخير. خصنا نكونوا اوبجيكتيف، ناس موضوعيين. بمعنى انت دابا انا كنهضر من الصباح قلت لك واحد الشخص انت ما جلستيش معاه ما جاكش حوار مباشر منه، انت الحاجه الوحيده اللي انا ما مسؤولش انا ما مسؤولش عليه. دابا كيفاش كتقولي اشهد ان لا اله الا الله فانت ما شفتي والو؟ دابا انت سمعي سمعي الاخت سمعي سمعي خليني غير نكمل انا النقطه ديالي ما كملتهاش وعقلتي عليا الاخت الاخت عافاك. لا دابا دابا واش عندك شي دليل؟ شوفي نساي اش تقولش لي دليل الله يرضي عليك. سمع خليني نهضر الله يرحم بالوالدين. ايوا عافاك خلينا حنا نوصلوا لك الفكره ديالك. عافاك لا ما نخليكش نكمل. شوفي شوفي لبنى الله يستر عليك. علاش يكون انا مزوق في الكلام؟ خلي ديال لي خلي ديال الله يستر عليك. دابا الا ما لقيتيش شي حاجه بوزيتيف كاينه في الدين بوحدو جابها غير الدين، اذا هذاك الدين من صنع انسان. تقدري تقولي لنا شي حاجه جابها لك الدين بوحدك انت خاصه بك اكسكلوزيف، يعني الاسلام هو اللي جابها لك بوحدو. الا ما لقيتيهاش اذا الاسلام راه من صناعه انسان. دابا نقول يا سيدي من صناعة إنسان، نقول نمشيو معاك في دماغك، نقولوا من صناعة، خليني نهضر دابا الله يعطيك الخير. نقولوا من صناعة إنسان. من صناعة إنسان خصنا نشوفوا شكون هو هذا الإنسان، منين جاب هذا الشيء؟ نقولوا من صناعة واش إنسان. واش عنده دكتورة ولا عنده إكسبيريونس بناء مجتمعات وبناء أسر؟ لا لا لا. إلا ما عندناش شيء. يا تناقش انت يكون عندك دليل على ما تقوله ولا ما تقولش هاد الهضره. واش عنده دكتوراه؟ واش كتقولي واحد الانسان هضر على 85 مليار اللي داز في هاد الوجود لحد الان؟ 85 مليار واحد فيهم تيقول لك انا هضرت مع خالق هاد المجرات. خصو يعطينا شي دليل. واخا شكون اللي واش انا حمار؟ امتى انا ما غاديش نطلب منه دليل الى انا حمار؟ هي فاش غنقول ليه انا ما نطلبش منك قلتي لي شي حاجه اكزوربيتون كبيره اوكي، ولكن انا العقل ديالي قاصر يعني انا حمار ما غاديش نسولك؟ لا خصني نسولك بالضروره. انت ما قلتيش لي هضرتي مع الجبل ولا هضرتي مع الكسندر ذا جريت ولا مع ترامب، انت قلتي لي هضرتي مع خالق هذا الوجود. اذا خصك تعطيني دليل بانك هضرتي مع خالق هذا الوجود، ولا ما عندكش دليل اذا انا ربما هزيت الزبل ديالك كنت بنيت به الثقافه ديالي وهذا الشيء اللي وقع لينا في التاريخ. راه دابا الانسان قال لك انا هضرت مع خالق هذا المجرات، اشنو هو الدليل ديالو؟ وما عندوش دليل. ماشي انا اللي كنقولها لك، محمد هو اللي كيقولها لك. وما منعنا ان نوصل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يعني اي واحد يجي يقول لك انا هضرت مع خالق المجرات خصك تقوليها ليه. مثلا جا عندك بياليخ قال لك انا هضرت مع خالق المجرات،
اش غادي تقولي ليه؟ صافي يس غادي نثيق بك، والطريقه باش تزوجتي غادي نديرها، والطريقه باش نكحتي غادي نديرها، وباش خريتي غادي نديرها، وغادي نصوم لك شهر كل عام، وغادي نوض مع 4 ونص ديال الصباح و12 ديال النهار نصلي لك. لا غادي نقول ليه انت غادي تاخذ ليا الحريه ديالي، انت دخلتي ليا في الحريه ديالي، اعظم شيء عندي. اذا انا ما يمكنش ليا ان نعود نكون عبد ديالك، ولكن وانت ما عندكش دليل. وهذا الشيء اللي وقع لك الاخت، انت دابا مثلا انت والديا وداك الشيء، كلكم ناس عبيد ديال واحد الانسان، انتما ناس عبيد ديال واحد الانسان لا يعتبر بجميع المقاييس. لماذا كتعطيني دابا؟ علاش ما كان أتاكيكش؟ كان أتاكي محمد، أنا كان أتاكي محمد، وهذاك الإنسان اللي سميته محمد لا يعتبر بجميع المقاييس إنسان بدائي، إنسان جاهل، إنسان متخلف، إنسان وحشي، إنسان همجي. كل قيت شي حاجة نزيدها لك نزيدها لك، هذاك هو محمد اللي كتعتبره أنت يا شي حاجة اللي بنيتي عليها الوجود ديالك والحياة ديالك والفكر ديالك والفلسفة ديالك والبرسيبسيون ديالك. سمعتيني؟ هادشي كله بازي على واحد الحاجة، إلا محمد ماشي نبي، إذا حنا يتبعين واحد ناس بدائيين. إلا محمد مهضاش مع خالقة الوجود، يعني الطريقة باش كنبنيو الشخصية ديالنا والنفسية ديالنا والعائلة ديالنا والمجتمع ديالنا والحياة ديالنا طريقة بدائية متخلفة جاهلة أنسي دو سويت. هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلو ليك في هذا الروم. غير ما تقولي لي اقسم بالايات، احنا عندنا محمد شمكار، محمد واحد الانسان، محمد واحد الانسان ما اضاف للانسانيه حتى شي حاجه. وانت حتىك انت تجيبي لي شي حاجه جابها الاسلام بالسنه ديالها والقران ديالها، تجيبي شي حاجه بوزيتيف جابها هذا الاسلام دابا قدام الاخوان. تفضلي. لا لا كنتو غتناقشوا كل خاص تعلمي الهضره. سمعناك من قبيله، سمعناك من قبيله وحنا كنسمعوا. لا ما كملتش. ندخل هو وانت ما بغيتيش تكملي، ما بغيتيش تكملي. صوت معصبين معصبين لانك ما بغيتيش تفهمي. انت هي اللي معصبه، انت هي اللي خليتي بحال. لا ما تسدوش لا المايك صافي الاخوان، دوزو دوزو. كتعصبي الناس اللي كيسمعوا جوج كيهضروا. انا غير مسؤوله بما تشعر به. الا كان ماشي شغلي، الا كان كيستفزك ماشي شغلي. وضربي بصمتي، وضربي بصمتي الاحترام. الناس عاوتاني صمتوا ليك. انا فاش كنت كنهضر اش قال جو؟ قال لك تخليوها تهضر حتى تكمل. ملي نسكت ما يزيدش يكمل. ولا بقيت اربع السوايع، ولا بقيت اربع السوايع، راه الناس حنا باغيين يهضروا. لا لا نجاوبك. شوفي باش نوضح لك واحد القضيه، هو راه ما دارلكش الشخص انا. اي باش نشوف هذيك راه غير رايو قال، هو قال غير رايو، هذيك ماشي شخصا. اكزاكتومون. دابا انا ملي كنتناقش ملي كنهضر كنلقى بانه ديما التعقيب كي ما كيشدش في الموضوع، يعني كل واحد كينصداع. وي سوفيستوس. كنلقى بانه كيكون لاتاك على اشخاص، يعني ماشي على الفكره. وهادشي ديما كنقولوا انه حنا في النقاش، الا انا مثلا انا قلت انا عاجبني ترامب، سياسه ترامب، علاش عجباني؟ غادي نقول اكس واي زد ها هما علاش عجبني ترامب. غادي تجي تهضر لي على دوك الافكار اللي عاجبيني على ترامب. اش بغيتي ترامب مثلا؟ الا كان عندك انت موقف شخصي معاه هذيك حاجه اخرى. انا غيكون عندي موقف شخصي مع شخص اللي كنت عاشرته ودخلت وخرجت معاه، وهذا وفي الاخر بنيت واحد النوع المشاعر ناحيه داك الشخص، وفي الاخر ما صدقش داك الشيء. علاش؟ اي حاجه غتجي منه. وهذا الشيء اللي واقع للمسلمين في المغرب، انه بنوا واحد العلاقه شخصيه مع الرسول على اساس انه وحطوا نموذج، في حين الرسل كلهم جايين معلوم للبلاغ، نحن لا نعبدهم. ولكن اذا كنتي كبرتي انت كتشوف انه الرسول كان عليك تعبده، هذه كمساله اخرى. انا بالنسبه لي اؤمن بالله سبحانه وتعالى واحد احد، وكنقول اي حاجه اللي كتوديني ليه وكتقربني ليه وكنلقاني انا في المجتمع بخير وبيني وبين راسي مطمئنه وبيس، الو غنى شنو هو المشكل؟ الا كان سيدي داك محمد اللي انت كتعايرو جاب لي واحد الحاجه تناسبوني غناخدها، لا تناسبوني ما غناخدهاش.
هادي انا نهضر على راسي، ولكن باش نجي انايا عندي كنقرا لسقراط، سقراط قال شي حوايج عجبوني شي حوايج ما عجبونيش، غنعاير سقراط؟ اجتهد في امور واخطا في امور واصاب امور، غناخذ انا الفكره التي تهمني وعليها غادي نبني داكشي اللي غيخلينا نزيد للقدام. اما باش نجي انا ملي كنتحاور وعندي شخصنا ومشاعر كره وتمرد بسبب أنه أنا ما قدرتش نقول ديك الهضرة للناس اللي غرسوا دوك الأفكار فيا وخلوني نكبر بيها وتعقدت منها، ومن اللي ما قدرتش نتمرد عليهم وهما نقول لهم كوك عباد الله تشي درتوا لي ماشي معقول، أشنو غايدير الواحد؟ غايقول لك آه شنو الله محمد اعبد ما تريد لكم دينكم ولي دين. يعني إنسان أنت ما بغيش كتعير محمد بالنسبة لك متخلي في جاهل، أسيدي رأيك احترم. انا ما غاديش نجي نقول لك انا لم اعيش مع سيدنا محمد ولا عشت مع شي رسول ولا شي حاجه، ولكن انا ملي كنجي نقرا القران كنلقى انه داكشي قال لي الله شنو قال لي، غناخذ داكشي اللي هذا وماشي شغل تحد فيا. يحاسبني الواحد يحاسبني عليه انا وياه الا كان جا معنا شي حاجه، شي حاجه ما جا معناش ما عنده علاش يتدخل. انت بالنسبه لك كان جاهل لبنى دابا انت يا ما بقيتش غنهضر، دابا هضر انت ما بقيتش غنهضر. واش تي بغيتي تي؟ ايوا صافي با با سي با بوسيبل باسكو انت شنو باغا دير؟ باغا ديري محاضره الانسان ما يتفاعل معاك ما يسولك داكشي اللي كتافونسي. انا عرفت الله احد احد، كيفاش عرفتي الله واحد احد؟ شكون جاب لك هذه الرساله؟ وهذا الانسان اللي جاب لك هذه الرساله واش ما جابش؟ واش ما جابش؟ واش ما جابش؟ ماشي هكاك، انا ما ضرني في والو، غير سمعينا انا نجيك الهضره. دابا خصنا حنا نعرفوا المنظومه اللي جابها كامله اشنو فيها. الا كانت انت جاب لك شي حوايج اللي هما يعطوك السكينة ويعطوك الفرحة والهدوء وهذاك الشيء، راه جاب واحد الدوغم اللي تبنات عليه واحد الأفكار اللي قتلات بزاف تاع الناس وعبدات بزاف تاع النساء. خليني نهضر ما تبقايش نقصي دابا، سيبو خلينا هضرتي كيما بغيتي. ما هضرتش على هضرت لا واشنو دابا انت غتبقى شاد الميكرو ربع السوايع، خلينا دابا نتفاعلوا معاك. بغيتي تهضري بوحدك في الروم، راه هذا هو المشكل. الا باغا ديري محاضره غتقولي روم، ماشي هذا المشكل. ماشي هذا المشكل. مايك مكتوب عيني روم. سولو لبنى، لبنى شحال يقدك الوقت؟ شوف لبنى لبنى شحال الوقت وما يقعدك سواح هنايا. شوف كاين 85 تاع الناس الاخوان، منين كاين 85 تاع الناس؟ لبنى ميرون اخي الجميل، الاخوان الاخوات تحياتي مره اخرى للجميع. فالسيده باغيه تعبر على الافكار ديالها والقناعات ديالها، فمن حقها تعبر. انما الاحتكار ديال المايك ما عندناش في هذه الغرفه، يمكن لك تعطي بفكره وتخلي الاخرين يتفاعلوا معك، فهذه طريقه ديال الحوار، يعني فيها واحد التجاوب وفيها واحد التفاعل وكل شيء تيستافد في الوقت اللي الانسان تيعطي مجموعه ديال الافكار ومختلفه والاخرين عندهم نقاط اللي غادي يتدخلوا فيها، فهنا تيغيب التفاعل وهنا تتغيب عمليه الحوار المنطقي ولا الحوار الانساني. فمن فضلك عزيزتي ومن فضل الجميع اننا نلتزموا بلقل مبدئيه الحوار باش نقدروا نستافدوا من اي طرف، والاختلاف لا يفسد في الود قضيه عزيزتي. فانا اشد على اياديك وتنحترم القناعات ديالك وتنحترم القناعات ديال اي انسان كما كان النوع ديالو، وان حتى يعني العقيده ديالو فوق راسي وعينيه بكل احترام انساني فوق كل جميع. فتفضلوا الله يخليكم بواحد الحوار، ان السيده غتعطينا بنقطه ونتحاوروا معها وحنا معها في النقاش، هكا باش غادي نقدروا نستافدوا وهي ما تدخلش في ديك العمليه ديال الاسترسال اللي غادي يعطينا ياخذ منا الوقت بزاف. وسمحوا لي على هذه المداخله وتفضلوا وخلي السيد نيرون ومن بعد جاوبيها اختي نبيله، ومرحبا بك في الغرفه ديالنا. سمحتي اختي نون، حاولوا الوقت ديالها يكون محسوب باش هي تحبس راسها، باش ما حتاش الانسان فاش كيش مره كيحبس كيقول لك هذاك هضر اكثر مني وانا قطعتيني وانا كاين حل بسيط. شحال اختي لبنى؟ 5 دقائق 4 دقائق تكفيك باش توصل الافكار ديالك؟ 3 جو طلعي لبنى. انا جبتها حيت بان لي شي حد عطاها ادمين، ياك لاباس بيتوا تسد لينا قوم؟ لا شوفوا دراري، شوفوا دراري اللي عندهم الادمين، اللي عندهم الادمينيه ما تفرقوش الادمينيه، حيت كاين ما تفرقوش الادمين. وي ما نفرقوش الادمين وي، ولكن حتى لبنى ما ديرهاش، لبنى حتى هي انسانه
والله كوني با والله كوني با والله كوني با ديرها ولا ما تديرهاش والله كوني با ديرها ولا ما تعطيوها دابا حنا ديجا رانا عندنا قانون القانون يعني ماشي غادي نبداو اي واحد دخل جديد نعطيوه موضه صاحبي ولا عاوتاني راه ما قلتش عطيوها صاحبي انا راه ما عطيتش انا هي قلت لكم زعما حتى شي واحد عطاها راه ماشي زعما انا ما بانش باش ما تهش عاوتاني راه هبطتوها راه خافتوا منها ولا شي حاجه كنديو حنا غير بالانس جو كيدير غير شويه البالانس هي هي لبنى طلعت لبنى اخوان انت يا اوبجيكتيف اخوان اوبجيكتيف تيوتيليز طون انتيليجونس ما تستعملش العاطفه راه بيرسون تاتاك راه كلشي كيبغي زعما إلي لا بور لو ريزونمون واحد ديسكسيون يكون عندنا فيها كل واحد غادي يستافد منها وأوني توس أليكوت وكل واحد يعبر على داكشي اللي فاهمو وكل واحد و لوبينيون ديالك و بيرسون ديالو بيرسون نو توبليج كخواغ كواك سوسوا حنا بغينا نعطيو غير لا فيرسيون ديالنا و نتا تقولي لا فيرسيون ديالك وتكون استفادة مي هي متحسش براسك أتاكي با دي تو ماشي لوبجيكتيف ديال هاد الروم كاع باش نأتاكيو الناس ما حيت هذيك كتحس بالعاطفه يعني شتي ما الا كنتي سوبجيكتيف وعاطفي راه غتحسي بانك اتاكي مي الا كنتي اوبجيكتيف وكتشوفي الريزونمون راه غادي تستافدي من داكشي وتحنا غنستافدو منك الا كنا زعما كلشي كيستماع والمهم راه المايك راه كل واحد يعني حنا ماشي في محاضره غنبقاو نقولوا انت شديتي المايك يكون تفاعل كل واحد من جهه ديالي قبيله راه ما كي عندوش مداخلات بزاف قليل فاش كيهضر وتكلمتي بزاف قبل وانا بقيت مسانداك وكنهضر معاك وكلشي ملي وصلتي لواحد النقطه ملي دخل بيا اللي راه كنا باغيين كلنا نسمعوا شنو تيقول حتى نستافدوا منه دائما والمهم يلا لي بون ديسكوسيون وان شاء الله يكون كلشي مزيان وفيه استفاده يلا تفضلي اختي لبنى تفضلي راه عطاوك الكلمه تفضلي ما بغيتيش تهضري شكون كان اللي غنبغي المهم دابا كلشي عطينا كلشي لا بوسيبيليتي دابا باش يدخل وكلشي مرحبا بكلشي اللي كان تيهضر اللي كان تيعقب يكمل واه دابا نتوما نزلتوني لا باغي غير تحت ما نزلت لا نزلتوني وبقيتو كتهضروا اول حاجه شرحنا لك لبنى شرحنا لك علاش لا غير بلاتي انا ما طلبش منكم تعطيوني ادمين نهائيا لا يهمني الامر ادي واحد الحاجه المشكل ماشي معاك لبنى راه حنا هضرنا مع الادمين اللي عطاك ادمين هضرنا معاه فهمتي باش نسكت اون فوا بوغ تو باش الساعه ما تاخذوش الامور انه انا باغا نشد المايك الا كانت الافكار ديالي هي اللي كتخليكم كتشوفوا الهضره طويله وما نعرفش شنو داكشي انا غير مسؤوله عنه اول حاجه انا ما طلبتش ادمين يعني عادي ما عنديش اشكاليه نهائيا كندخل انا وعبر عن نفسي وعن افكاري ما جايش نفرض راسي على حتى شي واحد انا ما كنحملش الانسان اللي كيشخصن الامور انا لا اشخصن العكس انا ما كناخذ الامور بحساسيه لانه كنلقى ملي كنهضر كيتخادوا مفردات من كلامي كله وما كيتاخذش الموضوع الفكره اللي قلت وهذا يعتبر شخصا يعني الواحد ملي كيتسنى فيك تقول كلمه باش يبني عليها حوار اخر اللي كيكون عقيم بالنسبه ليا فانا دابا غنخليكم ما بقيتش غنهضر لن اعبر عن رايي نهائيا وغنخليكم غنسمع لكم وغنكون كل الاذن صاغيه وباش ما تقولوش راه كنقطع وكنديروا ما غنعطيش رايي الا لم اسال السلام عليكم تفضلوا اللي بغى يعقب يعقب ممكن تدخل تفضل سعيد يلا تفضل يعني هذه الأخت الفاضلة أنا استمعت لها من قبل فهي عندها أفكار قيمة غير يعني حدوا معها نقطة بنقطة وناقشوها فعندها أفكار ممكن أن تكون مفيدة يعني لكن يعني حددوا النقط معها أو اسألوها أسئلة محددة واطلبوا منها جواب محدد ودعوها يعني تطرح أفكارها فهي مرحبة في هذه الغرفة ولك مني كل التقدير والاحترام أخت لبنى شوفي لبنى تفضلوا اخوان
شوفي انا راه ما مجهداش في اللغه العربيه راه بليس واش خصني نهضر اه فازي فازي شكرا خويا الله يعطيك الخير. العكس انا ما كنعتبر حتى افكاركم انه الانسان قابله انه الواحد يعاده النظر فيها غير انا اللي ما كنحملش وغنعاودها هو انه ما كاينلاش نعيروا اشخاص باش نبرروا فساد مجتمع او رجعيه مجتمع او جهل مجتمع لانه كل واحد كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يعني حنا نكونوا مسؤولين على انفسنا. حتى حد ما كيقرر ملي كتقول انت غادي تتبع شي حاجه في شي قرايه غديرها ملي كتخلي والديك يقرروا عليك فتحمل مسؤوليه قررتي انت تتحمل مسؤوليه فما يمكنش نقولوا حنا افكار كبرنا عليهم وبقينا عليهم وكنقولوا لا السبب شكون لا انت يا ملي كتكبر عندك عقل يفكر انا افكر اذا انا موجود واللي ما عجبك لوحو اللي عجبك هزو ولكن بلا ما نبقاو نعايروا الاشخاص نحددوا اشخاص شخص مثلا عجبني افكاره حتى لو اختلف عني دينيا وثقافيا وكلشي ناخذ الفكره نزيدها لراسي الا كانت غتضيف ليا علاش غادي نشد واحد الشخص انا حيت ماشي مسلم بحالي ولا مثلا ما كيصليش ولا ما ولا مثلا شنو هو اللي عنده ضد يعني ماشي بحالي ونقول لك بنادم ما مزيانش والله ينعلو الجاهل والامي راه هكذا راه مصيبه هكذا ما عمر الانسان غادي يقدر يزيد براسو لقدام غيبقى ديما عنده شخصنه الامور وغيبقى هو بوحدو كيعاني هو كيعاني لانه العالم الخارجي مراه ديالك داكشي اللي كتبيع يلا هضر يا اختي الفاضله انا متاكد ان معظم الاخوان يتفقون في هذه النقطه فطلبي منك لو سمحتي أن تتركي هذه يعني هذا البكائيات وهذا جانبا يعني نركز على الأفكار مناقشة الأفكار يعني الإخوان سوف يطرحون أفكار وأنت يعني تواجهين الفكرة وأنا أتفق معك أن لا أحد فينا يجب أن يلتجئ إلى الشخصنة فكيف نضيع الوقت دعي المجال الإخوان يطرحوا أسئلة ما دمت تريدين الأسئلة وتفاعلي معهم يعني بإيجاز وأقول لك مشكورا تفضل شوفي لبنى باش نكونوا كليغ تيني لينمي دو بيرسون ماشي انت ماشي العدو ديال حتى شي حد راه العكس صحيح راه المسلمين عندهم اللي خارج من الاسلام ولي عدو هذاك لو سنتيمون اللي عندك راه ما عندناش حنايا راه حنا ليبر كنحسوا بالعكس بالحريه وبخير مع نفسنا ومع ضاحكين ناشطين بخير غير وقت ملي تيكون الحوار ديال الدين راه ما تحسيش براسك اون تاتاك با دي تو هذاك راه احساس حيت ديك ليموسيون ديك لا كرويونس كتجي من ليموسيون وملي كيهضر لك شي واحد على الدين كتحسي براسك اتاكي انت راه حتى واحد ما كياتاكي راه كنهضروا في الموضوع وهضروا على الرسول والرسول اللي جابنا الرساله حنا كيخصني يكون عندنا هو مثال هو المثال الاول الرساله اللي كان هز كانت خاصها تقضي فيه هو هذاك الشيء علاش كيقولوا لك الرسول داير وفعل وترك اما حتى واحد ما كاينش لاطاك ما كاين حتى شي حاجه وتفضلي الا عندك شي حاجه ما تعبري راه مزيان اونانيم لا بيناتنا دردشه بيناتنا انا نديك تعقيب الوغ اولا لبنى مرحبا بك اول مره كنسمعك ما تاخديهاش كونتر توا انا قبيله هبطتك حيت شي حد عطاك الادمين وحنا ما كنعرفوكش وشحال من مره وقعت لينا ان شي حد كياخذ الادمين وكيسد لينا الروم وحنا هنا راه مجموعين دابا علين 100 واحد كلشي في الاستماع فهمتي تنسمعوا لك وفاهمين الموقع ديالك وفاهمين الافكار ديالك والناس كتدي وتجيب في الهضره بيالي ما شخصنكش انت راه ما دارش فيك انت بيالي كيدوي على محمد فاش كيقول محمد الجاهل المتخلف اللي ردنا اللور اللور فهو ما تيدويش عليك انت كيدوي على هذاك الشخص لكانك دابا انت تتقولي ليه لا ما تدويش على هذاك الشخص لكان دابا انا مثلا يهوديه مغربيه عائلتي ماتوا في المحرقه ديال هتلر حرقهم وهم حيين ما شفروا ما قتلوا ما داروا حتى حاجه في حياتهم قتلهم فقط لانهم يهود انا اليوم داخل لهذا الروم وغادي نبدا نعرف هذاك الهتلر حيت انا عارفه اشنو داير لي انت ما عارفاش شنو الخلفيه ديالي انا وغنبدا نعرف هذاك هتلر فانت لكانك غادي تجي عندي وتقول يا ما تعيريش في هذاك هتلر راجل مزيان انت اللي ما فاهماش الا كنتي تيا كل واحد لكم دينكم ولي دين لا اختي شي واحد مات ودير جرائم حرب من حقي نضرب فيه
ولو نكون مات لي تحت في دوك المحارق. محمد مات وشبع موت، فانا فاش غادي نعيب على محمد؟ فانا ما كنعيبكش نسي، ما كنعرفوكش كاع باش نعيبوك نسي، انت حره ديري اللي بغيتي. لكن محمد خلى واحد منهاج حياه غادي مأثر فينا كاملين. انت قبيله قلتي لينا كنتي غاده مع البنيه الصغيره وجايين رباعه ديال الدراري جايين كيخسروا الهضره، وانت كنتي عارفه انهم غادي يتحرشوا بكم وغادي يتعدوا عليكم. عرفتيها؟ واش فراسك عندك ايه في القران كتقولها ديال شنو يقول للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن حتى لا يعرفن فلا يؤذين؟ هو القران الا شتي هذه الايه من منظور واحد اخر تيقول ليهم اللي شتوها ما مغطياش اؤذوها. القران كيعطيه انه يجي خلعك في القران ديالك اللي انت تتحلفي بهذه الايات، بهذه الايه عنده الحق يجي يديك حيت انت ما دايراش الحجاب اللي هو موصي عليه، فقط لأنك امرأة عنده الحق يديك. لحقاش ناقصة عقل ودين؟ لحقاش ما في يدكش اختي؟ انتي سفيها في القرآن. إلا جبتي واحد الآية كيقول لك فيها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كتدخلي تقراي الناس اللي شارحين تفاسير معتمدة، ما تندويش أنا على تفاسير المعتمدة، الطبري وابن كثير والجلالين كلهم غتلقيهم كلهم مجتمعين، السفهاء هم النساء والأطفال. أنت سفيها في عين محمد. فإحنا فاش كنجيو ندويو وكنقولوا لك راه هذا الدين هو اللي خلاك انت تحسي بالحقره، وداك البوليسي ما يسمعش لك كما كان غادي يسمع كون جا عنده راجل وقال لي ضربني واحد وهرب، ضربني بطنوبيلته وهرب، والله حتى يقول لي خويا نوقف معاك. ولكن حيت انت مرة، انت غمرة بغيتي تطيري. لو كان سميري لو كان كنتي لابسه الحجاب هذاك النهار ولابسه الكحل ولابسه حوايج مهضلصين بحال اللي بقاونا نلبسوهم، جو كخوا با الدراري واش غادي يهضروا معاك كاع؟ وانا على ما كنشوف الافاتار ما دايره والو. يعني شحال من خطره انا كنخرج وحيت ما دايراش الفوال، اي واحد كيقدر يقول لك اي كلمه حيت كيسميونا حنا متبرجات ما دايرينش. وكون كنتي دايره هذاك سمو غطي راسك ولابسه الكحل وحاضره راسك هكا كيبغاك تكوني الاسلام، ما غاديش يهضروا معاك كاع، غدوزي وحداهم كاع ما ينتبهوا لك. ويلو بنا ممكن اختي تعقبي والشي غير بحال هكذا، كل واحد يدوي سكوت يدوي الاخر، ما تاخديهاش ضدك، ما تقولش هاجمي عليك ما مخلينيش كتقطعوا لي المايك، لا الهضره كنديو ونجيبو، فهمتي؟ كلوب هاوس هو ديال الهضره، ما تنشوفك ما تتشوفيني، ما تنعرفك ما تتعرفيني، غير كندويو. لكن فاش واحد يبقى يدوي بوحدو ولا ندويو بجوجنا في نفس الوقت حتى واحد ما غيسمع حتى حاجه. تفضلي لك المايك. الدراري رقم هبطوني. السلام عليكم. اول حاجه متشرفين بعدا. اول حاجه انا ملي قلت على الاتاك ولا هذا، انا ماشي هضرت على راسي او لانه ملي عايروا محمد انه حسيت بانه معايروني، نهائيا ماشي هذا الشيء اللي قلت نهائيا. غير كنقول انه انت عطيتي مثال بهتلر. هتلر كاين تواريخ وفيديوهات وكاينين ضحايا الحرب شهدوا وهضروا على الامور مباشر واللي واهاليهم ماتوا، هذا فقابليه التصديق كبيره. ولكن ملي كنجيو نهضروا على بعد 200 سنه من وفاه محمد، وجا واحد الشخص كتب ليك وقال ليك تناقل وقال ابن هريره وعن عن 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 عاد وصلتك الهضره وقال لك هادشي اللي قال هو، وجيتو نتوما يعني جاو هما باش من شخص من عطاكي حتى واحد بيرسونيلمون، غادي نجيو نقولوا حنايا لا بلاتي حيت حنا ما قادرينش نهضروا على كتاب مسلم، رغم انه كاينين بزاف ناس متوجهين في الفلسفه كاينين هنا في المغرب وانتقدوا الكتاب البخاري وهذا بدون مس بالرسل وهذاك، لانه حنا ما نعيش معهم ما شفناش وما كانت حتى شي حاجه من موسى اللي تقدر تخلينا نبنيو عليها انه فعلا انه هو مجرم حرب. ولكن التاريخ اذا غادي تشوف انه خصك تلوم الاقرب اليك، الاقرب للعهد اللي انت فيه. انا معاك، انا فاش قلت لك ما نعايروش الاشخاص باش ما يكونش عندنا، حيت ملي كتعاير كيكون عندنا نوع من الشخصنه ومشاعر ضد داك الشخص،
وهذا اللي ما كنبغيش انايا. يعني نقدر مثلا دابا انت بيرفورمر قلتي فكره عجبتني وفكره ما انا متفقاش معها 100% وما نجيش نقول لك بيرفورمر دايره فعلا طركه واخا نكون كنعرفك. انا غنتفاعل معاك في فكره اللي تهمني راه خديتها واخا انا ما متفقاش معاك انت كافكار اخرى، ولكن كاين عندك افكار انا غنتبناهم عجبوني، فهادشي اللي كنهضر عليه انايا. تحياتي لكم جميعا أحبابي الغالين، وأحيي الأخت لبنى وأحييها على تمردها على العادات والتقاليد البالية، وأنا أحترم هذا الإنسان يعني ومتعاطف معه. لكن عزيزتي لبنى يعني المشكل ليس في أنا ما كنتش حاضر الحوار من الأول، لكن أستطيع أن أبني بعض على مداخلتي على بعض النقاط سمعتهم منك انت. فيعني اولا محمد شخصيه عامه، يعني مش شخصيه هو يعني حتى لنتقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ما بوجهوش الشخص انا اللي كنتي. هذا الشخص اللي اتى بهذا الدين وهو مؤسس هذا الدين وفيه هذا الدين، احنا ما نهضروش على السنه، نهضروا على القران. القرآن اللي هو الآن بين أيدينا، يعني القرآن يعني يخبرنا عن أخلاقيات محمد وعن إله محمد، لأن محمد يعني وإن لم يكن هو من كتب القرآن مثل إله محمد يأمر بقتل الناس المخالفين لا لشيء إلا لأنهم يعني لم يعتقدوا بعقيدة محمد ولم يؤمنوا بالنبي محمد، فيعني يأمر بقتلهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا يعني كيف يحق لهذا النبي أن ويبارك الله له من فوق سبع سماوات أن يقتل الناس يهود ومسيحيين لا لشيء إلا لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد؟ وهذا يعني ظلم، يعني لأن المفروض أن كل واحد إذا كان كل يعني حرية الاعتقاد فيجب أن يحترم أن تحترم عقيدة الآخرين. بالعكس هو محمد اعتبر كل واحد، وإله الإسلام للأسف اعتبر كل واحد تخالف عقيدة محمد هو عدو لله وعدو للرسول. هذا راه ماشي في السنة، هذا راه في القرآن، لأن الله جل وعلا لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءهم من الحق. لمجرد أنهم كفروا بما جاء من الحق فهو يعني عدو لله وعدو للنبي محمد، ولذلك يجوز قتالهم كما فعل الله جل وعلا أو كما أمر الله جل وعلا. الله جل وعلا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لماذا يقتل واحد مشرك هو لم يقتنع بالنبي محمد؟ لو قدم محمد دليل على أنه رسول من عند الله هم بالعكس كانوا أرادوا أن يتبعوا محمد، بل أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، كانوا ناس صادقين أرادوا أن يتبعوا هدي النبي. الآن أنا أتكلم بالقرآن ولا أتطرق للسنة، لأنك ربما أختي لا تأخذين بالسنة، لذلك أنا سأحاولك من القرآن. فمحمد يعني الناس كانوا صادقين في يعني في دعوتهم وأرادوا اتباع محمد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. والله يا محمد لو قدمت لنا دليل على أنك رسول من عند الله نتبعك. فماذا كان جواب محمد؟ يعني بعد هذا القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، الآية الجواب الغريب أنه قال يعني قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني هل هذا جواب؟
هذا مش جواب. يعني ومن يدريني عنها إذا جاءتك آية ستؤمن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذا مش جواب. محمد كان لمجرد أنه يخالفك بالدين فكان شبه اليهود بالكلاب وبالحمير وبالقردة وبالخنازير، لا لشيء إلا لأنهم كذبوا برسالة محمد التي ليس عليها دليل. يعني الله لم، أنا الآن أتكلم من القرآن ولا أتطرق للسنة، لما يقول جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآية الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لمجرد أنهم كذبوا بآية الله التي لم يقدم عليها دليل فقال لهم النبي محمد أنتم كالحمير أنتم كالكلاب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. مجرد أنك لم تقتنع بالأدلة التي أتى بها محمد مع أنه لم يأتي ولم يقدم أي دليل فأنت كلب، ولذلك يترتب الله أخرج هؤلاء من أدميتهم، يعني حيد عليهم الأدمية ديالهم باش يسهل قتلهم. من اللي غتقول هذا بحاله بحال الكلب، حاله بحال الحمار، حاله بحال القرد، يعني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني مجرد أنك يعني لم تؤمن برسالة محمد فأنت كالكلب. يعني قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل هذه آية يعني أجعلها يعني منارة أهتدي بها؟ يعني كيف واحد نبي يعني المفروض أن يقول أنا رسول الدليل 1 2 3 4 يعني هم يعني سلكوا معه كل السبل يعني حتى أعطوه الفرصة يعني يقدم لهم دليلا واحدا على أنه رسول، لكن هو محمد لم يكن عنده دليل. يعني قالوا له اختر أنت يا محمد اختر أنت الدليل، الدليل أي دليل يثبت أنك رسول من عند الله ونحن نتبعك. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي، آية نكرة، اختر أنت يا محمد. ماذا كان جواب محمد؟ قل إنما الآيات إن قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. حمير، الآية موجودة، الأدلة موجودة، ولكن حمير. وقالوا لولا نزل عليه آيات، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا بها الأول. ناس قبل محمد أو أمم قبل محمد نزلت عليهم الأدلة ولم يؤمنوا به، فأنا تعلمت الدرس، ما فيش دليل، وما ذنبي أنا بالأمم الأخرى؟ أقم مع أن الله جل وعلا يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لماذا تحاسبني بجريرة أبي وجريرة جدي وجريرة عمي، مع أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، لكن من اللي طالبوه بالدليل قال لهم لا، الله تعلم درس، الأخرين أعطاهم أدلة، أنتم ما كاينش أدلة، إما تآمنوا بي ولا غنفرش لكم. واش هذا منطق؟ من غادي نتكلموا على 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 المرأة وماذا قدم الإسلام للمرأة؟ يعني ماذا يعني أنت كم مفروض أني يعني كما أعرف عن الأخت لبنى أنها إنسانة يعني ناضلت ووقفت وتحدت الجميع، فهي تأخذ بقول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهم، لمجرد الخوف أن المرأة يعني مجرد الخوف أنها تنشد بمعنى لا تستجيب للزوج في الفراش فعيضوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن لما تكلم عن الرجل وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح والصلح خير. في جميع الحالات
المرأة هي التي يعني تتأدي الضريبة، هي التي تتعاقب. راجل هنشز باش ترضيه خاصة تنازل على بعض حقوقها باش ترضيه باش تردو ليها. نشزات هي خاصة تفرشخ وتا واحد ما يهدر معها. وأنا لازلت أتكلم من القرآن. الله جل وعلا يا أختي يعني عندك آية في القرآن، آية في القرآن تتكلم عن الإله. أكيد أنت أختي نبنا لا تعرفين ما معنى الإله. الإله بمعنى أنضرب لك مثال، أنا رجعت من الخدمة لقيت مرتين طيبة لي طيب ماشي وهذا. الإسلام عطاني الحق نهجرك 4 شهور وأنا عندي خيارات أخرين، عندي ملك اليمين بلا حدود وأيضا في القرآن يعني مش في السنة، وعندي زوجات أخريات 3 وحدين أخرين عندي فين غنفرغ الشهوة ديالي. لكن أنت ما عندكش، عندك غير أنا وحدي. فيقول فالله جل وعلا تكريما للمرأة يقول للذين يعني يعني الحق للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع إلى آخر الآيات. بمعنى يعني هذا الحكم يعني هو إجرام في حق المرأة، يعطي الرجل الحق أن يهجر زوجته ولا يعاشرها لمدة 4 أشهر كاملة، بعد 4 شهور يخير السلقين واش بغي تطلقها ولا تعطيها حقها في الفراش. يقول لي لا ما بغيش نطلق، قلت ما بغيش نعطيها حقها، طلق زيدي غتطلق غتاخذ 3 شهور ديال العدة. ولا يعني الطلاق المرأة 3 أشهر غيبقى نهار واحد من ديك 3 شهور وغير الدغة غتولي 7 شهور محرومة وغير الدب لم يعلمها أصلا لأن ما عندهاش راي لأنه طلاق رجعي. واش اختي انتي بحالة النصوص غدافي عليهم اختي لبنى؟ وانا مش عهدي بيك ماشي انتي ماشي عهدي لبنى اللي تنعرف يعني. لكن الخوت يهضروا معك انا ما حضرش الحوار ولكن يعني اللي انا انتقاد او يعني مداخلات الاخوه استطعت باش نجمع بعض الكذا. لان مثلا اضرب لك مثال يعني مساله العرض يعني انا واختي مثلا ماتت عمتي ما كاين لا فرع ولا اصل ولا حاشيه يعني ما كاين لا باها ولا ولدها ولا اخوها، كاين ولد خوها وبنت خوها اللي انا واختي. عارفه يا اختي في المحكمه شحال غتورث يا اختي لبنى؟ ما غتورثيش باش تنقصني يعني ولا فلس، خلات 100 مليون غناخذهم انا كاملين اختي لبنى. ما يمكنش مره غتدافع على بحال هاد النصوص، ما يمكنش مره غتدافع على 4 راجل يعني. انا الايات كثيره جدا وانا ما بغيتش نحتكر المايك لكن لن تاخذوا الاخوه شخصية محمد لأن بالفعل مع أنني يعني أحترم يعني لا يعني أنتقد من غير سب ومن غير شتم لكن أضع النص تحت المجهر، أضع النص على طاولة التشريع وأقول للمسلم يا مسلم شغل مخك كيف تجعل مثل هذا النص يعني قدوة تقتدي به. يعني هو اللي غيشرع لك وغيضوي لك الشمعة اللي غيضوي لك الطريق. كيفاش غادي نهضوا بهاد الأمة وإحنا ما زال عندنا هاد النصوص اللي تدمر المجتمع؟ لأن الأساس التربية، لأن الأخت اللي تكلمت على مسألة الحجاب يعني نراه النبي صلى الله عليه وسلم أراه قال لهم اللي تشوفوا المرأة يعني كاسيات عاريات فلعنوهن يعني انت قصدك تقولها فانت بفمك ماشي تقولها في خاطر فلعنوهن يعني تكون الكلام موجه تقول لها انت ملعونه. لان النبي اوصى ولذلك ملي تيشوفوا امراه متبرجه تيبغيو يطبقوا السنه وتيلعنوها. يعني اكتفي بهذا القدر وانا احترمك اختي لبنى وتحياتي للجميع.
نجاوبك يعني ولا بغى شي واحد يهضر؟ حيت بليتو كتخلعوني ما نقدرش. ما علاش تخافي؟ ويلي حنا ما درتش انا غير اصدق. لا غير كنبغي الله يكرم ضحك حتى حنايا راه يعني قلنا بحال مجمعين ديرها بحال مجمعين وكل واحد الفكر ديالو. لا لا شوفي لبنى بغيت نقول لكم بالمرصاد شوفي لكم بالمرصاد بالعكس لا لا ما كنحسوش براسنا اتاكي بلاك سالو في بليزير عسى. شوفي واحد القضيه بغيت نقول لك لبنى والله الا كي زعما بين بون بيرسون واحد القضيه انا ما تعرفت لهاد على هاد الجروب وهو يعجب هاد الجروب حتى درت خدمه انا جي في ان طرافاي اون باراليل بقيت كنقلب الا قلبتي غير في التاريخ غتلقاي اكذوبه في اكذوبه في اكذوبه يعني ليستوار ديال محمد كي انفونتي سي جوست اون ليستوار لي فوي اركيولوجيك راه ما كاين لا حتى شي حاجه يعني تي فا كروار ليستوار ولا الاسطوره يعني ليستوار انفونتي ولا ريسيتي من جدودنا ولا شي حاجه كنا تروفي يعني علميه لا بيرسون. شوفي لقاو في الحفريات في داك لي ريغيرش اركيولوجيك كنلقاو منعد السومريين كنلقاو الحجر منحوت كنلقاو الحضاره ديال الفرعون كنلقاو ولكن في ديال الرسول راه ما لقينا والو من داك الشيء اللي قالوا كله ما كاين والو. كاينه واحد ليستوار سي فري هي استوار ديال واحد الانسان كان كيتلقى عليه اللقب ديال محمد ولكن راه بدات من 2 ans après la mort ديال ليستوار ديال محمد فهمتي زعما سالت ديك ليستوار ديال قريش وداك الشيء ديال محمد وعامين من بعدها